يعني انت سباح طويل، السباحه الطويله يعني من ال... يعني بيبقى لازم عنده صبر وطوله بال وتحمل وكل حاجه، يعني لازم عنده كل حاجه. كلمني عن السباق ده والصعب فيه كان ايه؟ هو الصعب ان التغذيه بس كانت بعيده عن المسار، فانت بتعوم كيلوات زياده علشان المسار نفسه اصلا 10 كيلو هي مجهده نفسها. لا ما احنا عايزين نوضح اكتر للساده المشاهدين، انت بتعوم في المسار بتاعك عادي عشان تاكل، الاكل ما بيجيلكش لغايه عندك، انت لازم تخرج من المسار. بتخرج من المسار بتروح تجيب التغذيه، طبعا كابتن عبد الله صقر هو اللي كان بيغذينا يعني. بس تاخد التغذيه وتكمل بقى في السباق بتاعك. عشان التغذيه ما تقدرش تقرب لك في المسار بتاعك. طبعا بقى بيبقى فيه تركيز بقى في العم. طب انت لما بتروح تاخد التغذيه بتريح شويه، بتمسك في عوامه، بتمسك لا في حاجه؟ طبعا عشان المنافسه. لا خالص، ده هو بيبقى ستيك عباره عن 5 متر لازم بديله بديله التغذيه او الاثنين السكوب، وهو بياخد بيعوم وبيروح عايم ومكمل، ما يقدرش حتى يعني التغذيه بتاخدها وانت عايم. التغذيه وانا عايم، ده ايه العذاب ده؟ انت ما يكون فوقنا كام حاجه والله. طب قول لي انت خدت اول يعني الوقت قد ايه؟ هنقول في 5 كيلو. في الخمسة كيلو ساعة. ساعة. طب وال 10 كيلو؟ ال 10 كيلو ساعتين وساعتين. ساعتين. بس على فكرة ده صعب. ليه؟ لأن أنت في الطبيعي الساعة الثانية أدائك بيقل. ما بس فأنت إزاي ظبطتها يعني 5 كيلو في ساعة وال 5 كيلو التانيين؟ هي ال 5 كيلو دي كانت البطولة اللي فاتت. اللي فاتت. المرة دي هو الاتحاد قال 10 أيوة كيلو بس العمومي. بس هي ما تفرقش. يعني إيه؟ أنا فاهم قصدك، أنت ضيع في المسافة. بالظبط. فالمفروض هي المفروض تتاخد ساعتين وربع. بس إحنا اتمرنا بقى المرة اللي فاتت دي كانت من ثانوي، الحمد لله 400 اتمرنا إن إحنا نقدر نوصل للتايم ده. معنى كده إن أنت اتحسنت. الحمد لله. يعني ما شاء الله. طب قول لي يعني في العادي الرقم العالمي كام، أو الرقم اللي أنتوا آخر بطولة عالمية اتحقق فيه قد إيه؟ قول مثلا ال 10 كيلو. ال 10 كيلو كان 57 اعتقد. ساعة دقيقة 57؟ ساعة 57. ساعة 57. أنا آسف، ساعة 57 دقيقة. بس الدنيا قريبة، بس 3 دقايق دي ظهر. ده موضوع مش سهل. لا وبعدين محمد عادل بطل افريقيا كمان على فكرة في ال 5 كيلو. أي أفريقيا في ال 5 كيلو. 5 كيلو. طب آخر دي كانت إمتى بطولة أفريقيا دي؟ كانت من حوالي شهر ونص. شهر ونص. كانت في غانا. كانت في غانا. كانت في غانا. بس هناك المحيط، انت بتعوم في المحيط ولا في كانت في المحيط. اصعب عوم المحيط. كانت اصعب فيها. طب قول لي سؤال بيحيرني دايما يا محمد بامانه، والدكتور برضه شويه، انت بتخاف من السمك وانت عايم؟ يعني كان في الاول الصراحه يعني. كنت بتقلق من السمك؟ سؤال على فكره، السؤال ده بيشغل بال كل المشاهدين. في ناس كتير بتبقى خايفه من الموضوع ده. بس مع الادابتيشن بقى خلاص هو بيتعود يعني. بس البنات هي اللي بتبقى كده، محمد يعني في الاول بس خلاص اتعود. ساعتها احنا صغيرين بقى 11 سنه كنت بتقلق من السمك، كان ممكن ياثر عليك. اول بطوله بقى اللي هو ايه ده في. طب وانت عايم في البطوله اللي فاتت في شرم الشيخ شفت اسماك كبيره، شفت قرش، شفت حاجه؟ خلاص بقى كده ما بيفرقش معايا. لا المكان بيبقى سيفتي. بتأمن. طبعا. طب بتأمن ازاي هم يعني هيأمنوا ازاي؟ لا يعني يبقى معروف ده تواجد. بيتم الاختيار الوضع المراكب عشان مسار السباق بيبقى يعني متأمن ان هو ما فيهوش اي حاجه. مفروض ان ما بيش. لا لا مفروض. يعني انت بتقول عشان يطمن. انت بتقول عشان ما بقاش قلقان يا دكتور. ما هو عشان اللي بعد كده برضو. لا لا عشان لسه في بطولات جايه ان شاء الله باذن الله. طب قول لي يا محمد انت يعني ان شاء الله كده بتهيألي انت بطل افريقيا تشارك في بطوله العالم ولا انا غلطان؟ ان شاء الله. هو المفروض ان البطوله دي هتبقى مؤهله لبطوله العالم. اللي هي اني بطوله اللي احنا لسه لاعبينها. هل كان في حد من الاتحاد الدولي ولا نتيجه اعتماد الاتحاد المصري دي اوريدي زي العاب القوه كده؟ هو الاتحاد المصري قال ان هو احتمال ان يبقى فيه يعني هتطلع من البطوله دي، بس مش لسه مش عارفين هيعملوا تجارب ولا لا يعني. بس هي دي اللي هم المفروض بيطلعونا من دي يعني البطوله بتاعت العالم. طب قول لي يعني ايه الموقف الطريف اللي تعرضت له وانت بتعوم ال 10 كيلو المره دي؟ اكيد في حاجه. بص بص الدكتور مصري اللي هقول يا دكتور عبد الله يحكي بقى. طب قول لي. طب قول لي. هقول لك يعني التغذيه في واحنا في نص السبق يعني في حوالي الكيلو السادس كانت في هواء وموج وبتاع جه، فالمركب بتاعت التغذيه لفت شويه، فكابتن عبد الله راح وقف لي في مكان تاني خالص، فانا قعدت بقى ادور عليه اقول له ايه شوف انت فين وبتاع انت فين؟ بعدين بقى وصلت له وبعدين قلت له انت ايه اللي وقفك كده؟ لا الطريف ده هو عايم وكل يعني ثانيه بتفرق. طبعا. فالهواء لف المركب بتاعت التغذيه خلاها بالعرض. طب مكانك فانا اضطريت ان انا اروح في مكان تاني عشان خاطر اشوفه واناديله واصفر له عشان يجي عندي، لان كل المدربين واقفين في المركب
ده طبعا هو كلنا في بناخد مكان كلكم قريبين من هو بقى. انا بقى يعني في العلامه وكمان على العصايه بتاعتنا بيبقى فيها شعار النادي الاهلي وهو عارف ان انا هبقى فين فهو انا لما ناديت له فلف مجرى تاني يعني خد زي كيرف كده وبعدين الطريف بقى ان هو راح وقف وقال لي الله انت ايه اللي جابك هنا